والله يا اخو احنا نايمين، يعني الدنيا اول الليل واحنا نايمين اتفاجئنا الا بصوت ضربه قويه، يعني حوالي 5 أو 6 ضربات ورا بعض. فطلعنا بسرعه من هول المنظر وهذا، نطلع طلعنا ما قدرتش اطلع من الخوف من داري، فكرت انا داري اللي هالت يعني، وقاعد بلملم في اولادي فما قدرتش. اتفاجئنا اجينا لقينا النار مولعه في المنطقه هنا جنبنا، فاجينا بسرعه ننقذ الناس ونشوف الشباب والكل اجل المكان. لقينا يعني كف عنك الشر، مكان صراحة ما قدرناش، نسوان مقطعة، أطفال مقطعة، كلهم مقطعين ومزقلين وشهداء، وفي منهم لحتى الآن مفقودين السبب، يعني هاي مش الناس بتدور عليهم ولحتى الآن ما في مفقودين ما لقيناهمش. قالوا لنا نزحوا على مواسخ أنونس، ونزحنا زي الناس اللي نزحت، صدقنا كلامهم وجينا على خانونس وشلنا اغراضنا وشلنا عزالنا زي ما انت شايف، وامنين نايمين امنين احنا واطفالنا. الساعه 12 ونص في الليل ما بنفطن غير براميل براميل، صواريخ صواريخ فوق الست ورا بعض، مش عارف على ايش، مش عارف على ايش، على اطفال ولا على النساء ولا على الشيوخ، الناس اتطايرت. بديش اخرف شعور لا يوصف، بديش اخرف لك اشلاء. طلعنا اطفالنا من تحت الرمل، هيو من هنا تحت الرمل